السيدة المحترمة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، السيدة المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، ارجع الله را ولدي، السيدة المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدات والسادة ممثلي البعثات الدبلوماسية وشركاء التعاون الدولي، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، السيدات والسادة ممثلي جمعية إيسيد للمسرح والتنشيط الثقافي ومؤسسة دار الوان، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم كل بصفته مرحبا بكم. يسرني أن أرحب بكم جميعا في رحاب وزارة العدل في هذا اليوم التواصلي الذي تنظمه اللجنة الوطنية للتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه المحدثة لدى رئيس الحكومة الذي أسند مهمة الإشراف على رئاستها لوزارة العدل التي تتولى أيضا كتابتها الدائمة تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وحملة القلب الأزرق الذي يوافق 30 يوليو من كل سنة وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013. كما يندرج هذا اللقاء في إطار مساهمة بلادنا في مبادرة حقوق الإنسان 75 للأمم المتحدة التي أعلنت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاحتفالي بالذكرى السنوية 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتبارها فرصة لإعادة إحيائه ولإبانة كيف يمكن تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع. يجمعنا اليوم أيضا الشعار الذي تبنته الأمم المتحدة لهذه السنة لحملة القلب الأزرق وهو لنصل لكل ضحايا التجار البشر ولا نترك أحدا خلف الركب الذي نستحضر من خلاله أهمية حماية ودعم الضحايا لأنه يذكرنا بوحشية من يتاجر في آدمية الإنسان. السيدات والسادة، كما تعلمون منذ أشهر قليلة فقط بالتحديد في شهر مارس المنصرم صادقت المملكة المغربية على الخطة الوطنية لمكافحة التجار بالبشر والوقاية منه 23-30 وكذا على آلية الإحالة الوطنية للضحايا وهي الخطوة التي تمثل تتويجا للمجهودات التي تبذلها الحكومة المملكة المغربية بإرادة متبصرة وقيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بانخراط والتزام تام ومتواصل كل مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني في مجال مكافحة هذه الظاهرة بعد صدور القانون رقم 2714 وإحداث وتفعيل اللجنة باعتبارها الآلية الوطنية لتنسيق إجراءات التصدي والوقاية من هذه الجريمة بين مختلف المتدخلين المعنيين وتفعيلا لمضامين هذه الخطة الوطنية في إطار تعزيز آليات الوقاية عبر التحسيس والتوعية بمخاطر جريمة التجار البشر ولأن كيفية الوصول إلى ضحايا التجار البشر تسائلنا جميعا اختارت اللجنة الوطنية هذه السنة أن تراهن على القوة الناعمة للإبداع الفني للوصول إلى ضحايا التجار البشر حتى لا نترك أحدا خلف الركب وعيا منها بأهمية الإبداع الفني الذي يجسد أفضل تعبير عن القيم الإنسانية الراقية ارتقت اللجنة الوطنية هذه السنة تخلد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار الفن والإبداع قوة ناعمة في خدمة التحسيس والتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وذلك استحضارا للبعد الثقافي باعتباره رافعة أساسية لحماية حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وإدراكا منها بدور المبدعين في التربية على القيم المدنية وما للفن والإبداع من دلالات رمزية في مجتمع العلم والمعرفة فإذا كان تطور الفعل الجرمي يقتضي المواكبة التشريعية الفعالة فإن الفن والإبداع يعبران عن الجانب المشرق للإنسانية من خلال وظائفه النبيلة سواء عبر تعبيرات ثقافية تحاكي الواقع بلغة الفنون أو من خلال إبداعات جمالية تعكس رقي المجتمع وسموها بعيدا عن المنطق الزجري والردع المرتبط بالمنظومة التجريمية والعقاب وعليه فإن اشراك الفنانين والمبدعين في هذه مشكورين في هذه التظاهرة
يندرج ضمن الاستراتيجية التواصلية للجنة الوطنية من أجل التحسيس والتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، انسجاما مع جهود الدولة المغربية في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. ولا تفوتني الفرصة دون التعبير لكم عن بالغ السعادة والامتنان في هذا الجمع المبارك والذي يشكل فرصة للتفكير الجماعي حول ما يطرحه موضوع الاتجار بالبشر من تحديات راهنة، خصوصا في هذا العصر الذي يتسم بالأزمات المركبة والجرائم العابرة للحدود. وفي الختام، وجدد الشكر والعرفان لشركائنا، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والاتحاد الأوروبي، ولكل الشركاء الدوليين على الدعم المتواصل لعمل اللجنة الوطنية ومكوناتها من أجل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وضمان حماية فضلى للضحايا وتحقيق وقاية فعالة وناجعة ضد هذه الآفة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.